أنا عايزة أسألك إزاي أعود طفلي إنه ياكل أكل صحي من هو صغير؟ بصي، ده سؤال مهم جدا، وكل الأمهات بتبقى عن نفسها إن أولادها يطلعوا أصلا بياكلوا أكل صحي. بس خلينا بقى أرجع من الأول. كان في عالم نفسي اسمه ألبرت باندورا. العالم دوت عمل نظرية اسمها نظرية المشاهدة، بمعنى إنه الطفل لما بيطلع يشوف الأهل، ودي بتقيسيها على أي حاجة، مزبوط. يشوف الأهل بيعملوا إيه بيقلدهم. إيه ده، الأكل زي الطباع؟ ما هم بيقولوا كده برضو دكاترة علم النفس في الطباع، فالأكل كمان نفس الحاجة؟ طبعاً، لأن أنت هو الطفل دوت مش بيعرف ياكل صحي أو ما ياكلش صحي أو بياكل فاست فود إلا من أهله. أنا طبيعي أقعد ده مع أهلي لفترة من عمري طويلة، هطلع مكتسبة عادات غذائية على حسب ما أنا اتربيت إزاي. وبتطلع حتى الناس كتير بتطلع تقولك لا، أنا بحب أكل مامتي جداً، أنا بحب أكل عيلتي قوي، بحب أكل جدتي. هو ده الأكل اللي اتولد أو عارف أو وعي عليه. فبالتالي ما بنعرفش نقول ناكل اكل صحي. انت كان دورك ايه؟ الام عليها دور كبير جدا، وخصوصا الامهات اللي لسه اولادهم صغيرين. دي فرصتهم. الواحد ساعات بيجيله الوعي او بعد فتره من الزمن يكون الطفل بيعرف كبر. لا بيعرف، بيبقى الدنيا عدت خلاص وعرف الطعم وخلاص مش هتعرفي توقفيه. طبعا طبعا هنقدر يعني نستخدم اساليب معاه، لان انا كمان هيلث كوتش غير نيوتريشنست، ففي اساليب وتولز بنستخدمها ازاي العادات تبدا تطلع من جديد. ولان المخ كمان بيقدر يرسم طريق او مسار جديد من خلال انه يكون عادات غذائيه جديده او اي عادات تانية. يعني احنا يا نوره ما ينفعش نكون بناكل طول الوقت من بره ونيجي نقول لا طفلنا لازم ياكل صحي، او اطلب انا اكل واقول له انت بقى الخضار والحاجات دي ليك. الخطوه بتاعته، انت الرول موديل بتاعه. وانا يعني مش بقول كلام على فكره كتب، انا بقول كلام على الواقع. انا امي اصلا طول عمرها بتاكل اكل صحي وطول عمرها بتلعب رياضه، فبالتالي انت بقيت انا كده. بقيت كده يعني. بس دي كارثه. احنا دلوقتي ستات بتشتغل وبنطلب اكل كتير من بره غصب عنك. طبعا غصب عننا. طب انت بتعملي ايه؟ لا بنتي بتشوفني طبعا وانا باكل حاجات. تيجي تقولي لها عايزاكي تاكلي اكل صحي، صح؟ مستحيل. مستحيل. مستحيل مستحيل. الاطفال بتكبر على حسب هي طلعت ازاي من وشافت اهاليها على شيء ازاي. من شاب على هي اتعودت. الا لو الطفل تقدري تقنعيه، اعتقد هتقنعيه بعد قد ايه؟ يعني بالك انت هتقدري تتحكمي الطفل في الطفل بتاعك لغايه فتره زمنيه او عمره بعد كده خلاص. بعد شويه هو هينزل للمدرسه. طب افرضي ام دلوقتي، مش الامهات اللي هتاخد بالها من بدري زي ما نوره قالت، ام دلوقتي ابنها خلاص كبر ويحب، بصي الاصل الاولاد اللي 8 9 10 11 وهي 12 سنه دول وعيها كمان جديد دلوقتي. أيوه. بالظبط. بيحبوا ايه؟ الحاجات الساقعه، المشروبات الغازيه، الاكل من بره، والحلويات. يعملوا معاهم ايه؟ خلاص اللي حصل حصل. خلاص اللي حصل يعملوا حصل. ايه بقى محتاجة دلوقتي؟ محتاجه بقى ان انا ابدا واحده واحده ادخل حاجات بديله. ما انا حته ان انا عايزاه يتغير او عايزاه فجاه من غير ما ادخل بديل مستحيل. انا دلوقتي همنع، او انا كما بحبش سياسه المنع، بس ما ينفعش كل يوم ياكل حاجه حلوه، ما ينفعش كل يوم ياكل عيش فينو، ما ينفعش كل يوم اديله حاجات ما ثبتش الاكل. لا انا محتاجه غذاء اصلا.